السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس عليكم؟ مزيان في امان الله. نتمنىكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما شفتوا في بداية الفيديو التساؤلات ديال الاخوات يسولوني على شنو هو السر باش البطاطا ما تتكحلش. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله اخواني اخواتي غادي نشارككم الطريقة او البرودوي اللي تيخلي البطاطا ما تتكحلش. كاينين بعض الاخوان والاخوات ما غاديش يفهموني علاش هضرت. كنت درت واحد الفيديو ديال واحد المشروع ديال البطاطا او مشروع البطاطس، والحمد لله لقى الاقبال عند بزاف ديال الاخوان والاخوات، بزاف منكم عجبتهم الفكرة وعجبهم المشروع. ومن الأسئلة المتكررة في هذا الفيديو هذا هي الموضوع ديالنا في هذه الحلقة هذه. إذا قبل ما تطرقوا لهذا السر هذا، اللي باقي ما تابونا جيت تابونا مرحبا به، وفعل زر الجرس باش يوصلوا ديما الجديد، وخليو شي إعجاب إلا عجبكم هذا الفيديو هذا. فبلا ما نطول عليكم، فاصل ونواصل. يا بسم الله على بركة الله. اذا اول حاجة اللي بغيت تفرج في الفيديو ديال مشروع البطاطس غادي يلقى الرابط لتحت في صندوق الوصف او في اول تعليق. وبالنسبة للموضوع ديالنا ديال هذه الحلقة هذه اللي هو شنو هو السر اللي تيخلي بطاطا ما تتكحلش، فالسر رخيص بزاف ومتواجد بكثرة عند اي بقال، والثمن ديالو ما تيفوتش 5 ديال الدراهم. اذا بلا ما نطول عليكم، السر او البرودوي هو هذا الخل اخواني واخواتي، الخل الابيض. فمتواجد كما سبق لي وقلت لكم في اي محل تجاري او اي هري كبير، كاين حتى في لي سوبر مارشي، الثمن ديالو 90 ريال او 100 ريال. فبغيتو تشريو هاد القرعه الصغيره وكاينه القرعه الكبيره. فبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالو، كاس ما كبير ما صغير بحال هذا. شوفوا نتوما داك كاس العنبه راه معروف عند الناس بزاف، وغادي تخويوه في البانيو اللي قطعتو فيه الفريت ديالكم كما تيبان لكم هنا في الصوره. من الاحسن كل كاس ديال الخل غادي تخويوه في بانيو كبير فيه الماء اللي قطعنا فيه 30 كيلو ديال البطاطا، وغادي نحركوا ديك البطاطا مزيان ونخليوها لمده 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نديروها في الشباكي كما تشوفوا هنايا في الصوره الفوق، نخليوها تقطر مزيان لمده تتفوق 30 دقيقه. من بعد ما تقطر مزيان اخواني اخواتي وتنشف، غادي نديروها في بلاستيكات اللي تيهزوا من 5 حتى 10 كيلو، وغادي نحاولوا نضغطوا البلاستيكه ديالنا مزيان باش يخرج داك الهواء اللي يكون متواجد بين بطاطا فريت، وغادي نحزموها مزيان بشي سكوتش بهذا الشكل هذا اللي كاين الفوق امامكم في الصوره. نتمنى اخواني اخواتي يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، ونكون فدتكم بهذه الطريقه هذه. ما تبخلوش عليا بلا جيم، اللي باقي ما تابونا جيت تابونا مرحبا به، وفعل زر الجرس باش يوصلوا ديما الجديد. شكرا لكم والى اللقاء.